السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي لو ريفت قلب اي لغة تانية غير اللغة اللي متعود عليها ارجعه للغة الانجليزي مثلا، او لو انت فرنساوي او كده. طيب تعالى على الشورت كات وقول له بروبرتس، هتلاقي هنا اخر حرف اي ان يو اللي يختصر انجلش لانجوج اي ان يو. فانا بكل بساطة خلينا اجرب ان انا اقلبه لروسي، اقول له ار يو اس واقول له اوكي، وبعد كده هبدأ أفتح البرنامج. زي ما انت شايف قلب روسي اهوت. حتى لو قلت له هنا افتح لي ملف جديد هتلاقي كل الأيقونات بقت بالروسي. كل اللي احنا هنعمله هنغير اللغة تاني، بس نقفل الريفت. وبعد كده هاجي هنا واروح دايس بروبرتيز وهقول له اي ان يو اي ان يو واقول له اوكي، وبعد كده افتح الريفت هيتفتح انجليزي عادي زي ما انت عايز. اهو الايقونات رجعت زي ما كانت. مش لازم بقى تروح تعمل كورس، تاخد كورس روسي او صيني او ياباني عشان تشتغل على